جماهير النادي الاهلي بعد الحجز او بعد التذاكر ما اتطرحت باربع خمس ساعات انتهت التذاكر. انتهت التذاكر. مين بيعمل كده غير جماهير النادي الاهلي؟ وخليكم فاكرين بس متذكرين الكلام ده عشان هتكلم في حاجه تانية كمان شويه يعني. مين بيعمل كده غير جماهير النادي الاهلي؟ هو ده جمهور النادي الاهلي. اللي الماتش اللي فات ماتش الهلال السوداني لو تفتكروا بنفس الاسلوب ونفس السيناريو 50,000 تذكره اتطرحوا بعد اربع ساعات خلصت التذاكر. ضغط كبير جدا 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 على الموقع من الجماهير الاهلاويه اللي كانت عايزه تروح الماتش في ماتش الهلال والتذاكر نفدت في خمس ست ساعات. نفس الحكايه حصلت امبارح مع تذاكر مباراه الرجاء. جماهير الاهلي العظيمه عايزه تروح ورا فرقتها تقف مع اللعيبه من اجل حلم واحد بس، هي عايزه تحقق حلم واحد بس، حصد البطوله الافريقيه رقم 11 ان شاء الله لابطال الدوري. ايوه كلنا كلنا كجماهير او منتمين للنادي الاهلي او معظم غالبيه الجماهير المصريه بنحلم بيها، بنحلم بيها، دي عادتنا، عاده جماهير الاهلي دايما، عاده لعيبه النادي الاهلي دايما، المنظومه ككل ما بنبطلش نحلم بالبطولات، لا نطلع من بطوله بنحلم بالبطوله اللي بعدها، نطلع من بطوله تانية نحلم بطوله اللي بعدها، خدنا بطوله نحلم بطوله اللي بعدها، خلاص بننسى ان احنا خدنا بطوله، ما عندناش حاله تشبع خالص، عايزين كل يوم بطوله، عايزين كل يوم ارقام قياسيه تتحقق، عايزين كل يوم نضرب الارقام القياسيه بتاعتنا. فده اللي بيخلي الجميع الجميع بما فيهم جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، وانا بعني في كل مكان في كل انحاء العالم، متحفز لجميع مباريات النادي الاهلي. بمناسبه جماهير وجماهير النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي، سمعت كده من يومين، لا شفت قريت يعني، احد المسؤولين يعني في النادي منافس اللهم اجعله خير يعني قال لك ايه؟ بيقول لك ده النادي المنافس اكتر شعبيه من النادي الاهلي في افريقيا ودول الخليج. مش عارف جابوا منين المعلومه الخايبه دي، لكن هم بيحاولوا يرسخوا الكلام ده من مثلا سنتين ثلاثه لو تفتكروا حضراتكم، يجيبوا كام صحفي كده محدش عارف هم بيجوا منين، يقعدوا يتكلموا معاهم وبعدين يطلعوا معلومات غلط. يقول لك ايه؟ احنا طبعا مش محتاجين نثبت ان الزمالك او المنافس او اي فريق تاني شعبيته اقوى من النادي الاهلي في دول الخليج، لكن تعالى لي بقى، تعالى لي بقى لما بيبقى فيه حدث في دول الخليج، افكر حضراتكم، افكر حضراتكم بالاحداث اللي بتكشف كذبهم. ماشي، ماتشات السوبر المصري ماتشات مش ماتش واحد اللي بتتلعب في الامارات، تذاكر جماهير النادي الاهلي بتنفذ في خلال ساعات. طيب في حاجه قريبه، ماتش الاهلي مع الزمالك يوم 5 مايو في الامارات، 5 مايو اللي جاي، بمجرد حضراتكم ما مجلس ابو ظبي الرياضي المسؤول عن تنظيم المباراه اعلن عن فتح باب حجز التذاكر، جماهير النادي الاهلي اللي مالوش شعبيه في الخليج، سامعين، اللي مالوش شعبيه في الخليج تذاكره خلصت، مش هقول بقى بعد خمس ست ساعات، لا ده تذاكره خلصت ما كملتش ساعه والتذاكر خلصت. ده شعبيه النادي الاهلي اللي في الخليج اللي مالوش شعبيه في الخليج، الامارات دي مش من ضمن الخليج اصلا، وخطر قبل كده لو تفتكروا حضراتكم مش من ضمن الخليج لما كان جماهير النادي الاهلي هي اللي بتنجح الماتشات، هي اللي بتنجح الدورات اللي بتعمل هناك. في المقابل تذاكر المنافس لسه لحد دلوقتي بتدور على اللي يشتريها، ولو سابوها لجمهور النادي الاهلي في الخليج في الامارات هتتحجز في دقائق. على فكره زي ما بقول لحضراتكم دي مش اول مره، مش اول مره يحصل الكلام ده، كل مباراه سوبر اتلعبت في الخليج نفس القصه، تذاكر النادي الاهلي تخلص بدري بدري، تنزل دلوقتي بعديها بساعتين ما تلاقيش تذاكر. على العكس المنافس بيفضلوا منتظرين ايام عشان التذاكر تتباع.